بصوا، أنا من دعاة الحداثة، دعاة التكنولوجيا، بس مش من دعاة الاستغفال بصراحة. يعني مثلا في حاجات كده أنا أستغرب إن البني آدم ممكن يشتريها أونلاين. يعني مثلا هو حضرتك ممكن تشتري ذهب، ياقوت، ألماظ أونلاين؟ إزاي؟ طب أنت هتعاين اللي هتشتريه إزاي؟ خاتم بقى، سلسلة، كوليه، حلق، أيا كان، عنسيال، زي ما يطلع، هتعينه ازاي؟ طب وهتتأكد ازاي انه حقيقي؟ يعني حتى المثل يقولك ليس كل ما يلمع ذهبا، هو أي شيء لونه أصفر وبيلمع يبقى ذهب؟ طب مش في حاجة اسمها ان انا بشوف الحاجة وأعينها واشوف الدمغة بتاعتها واتأكد من العيار؟ ادي واحد. اتنين، طول عمرنا يعني من ساعة ما اتولدنا وأهالينا اتولدوا وجدتنا اتولدوا نعرف إنه يقولك إيه مثلا، إيه في الجواهرجي بتاع العيلة، مش بتاع العيلة عشان إحنا كثير الشراء، بس عشان ده اللي نعرفه بقالنا أجيال، فبنروح نتعامل معاه، فإحنا ضامنينه، عارفين حاجته، عارفين إنه لو عاوزين نرجع حاجة في أي وقت هترجع، عارف إنه لما باجي برجع الحاجة ما بيتخسفش بيها قوي في السعر. طبعا أي شيء بيرجع لازم يقل سعره حبة، على الأقل بيخسر المصنعية بتاعته يعني. لكن في حاجة اسمها ان انا بروح دايما للتاجر المضمون اللي انا عارفه. كل ده التاجر المضمون ده كل ده كوم، وبالمناسبة دي حاجة معروفة في الدنيا، مش عندنا بس في مصر يعني، كل ده كوم. وان انا اشتري ذهب عمياني ده كوم تاني، يعني اخش على فيسبوك ويعجبني خاتم فاشتريه وبعدين احول فلوسه ويا يجيلي يا ميجيليش، او لما يجيلي اكتشف انه عيار 14، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده ذهب المعدن النفيس ما فيهاش هزار. وعليه شعبة الذهب بتحذر من الشراء عبر الفيسبوك، وبيقولوا يا جماعة احنا تلقينا شكاوى عن مشغولات غير مطابقة. خلونا ناخد معانا على تليفون المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. اهلا بيك يا فندم. على حضرتك وعلى السادة المهندسين، مساء النور يا باشمهندس. ماذا حدث للمصريين؟ يعني ايه نشتري ذهب على الفيسبوك يعني؟ والله هو ناس بتقدم عروض، الناس بتجري ورا اي حاجه رخيصه، وبالتالي هو بيضيع فلوسه ومدخراته في ان هو وقع في فخ حد نصاب. ده مما لا شك فيه. ايه اللي حصل؟ يعني نوع الشكاوى اللي وردت ليكم كانت عامله ازاي؟ حضرتك بيجي بعض على صفحات الفيسبوك في ناس بتقول ان احنا بنبيع ذهب مستعمل. والذهب المستعمل ده بنبيعه بمصنعيه بارقام بسيطه جدا، 10 و20 و30 وارقام كده زهيده في المصنعيه. ايوه. فبيبدا الناس تقول طب ما انا اشتري منه، بيبدا يتواصل معاه، طب الخاتم اللي انت فرضته لي ده 5 جرام او 10 جرام، هتاخد مني مصنعيه فيه كام؟ 10 جنيه في الجرام، وبيبعته له مع حد مندوب لغايه البيت عنده. تمام، بياخد عنوانك، بيبعت لك الحاجه واخد منك الفلوس ومشى. هو معاه ميزان، بيوزن لك الخاتم قدامك، ميزان بطاريه كده، فانت بصيت لقيت ان هو ميزانه فعلا 10 جرام، دفعت الفلوس زي ما انت متفق عليها. ماشي. المشكله ان اساسا بيطلع في من الحاجات ديت عيارات مش مظبوطه. هو بيصنعوا الخواتم ديت اساسا عشان يبيعوها بالشكل ده. يعني بدل ما هو بيصنعه عيار 18 او عيار 21، بيبدا يخلي بعض الجمله تنتجه له بدل ما هو 18 يبقى عيار 12، عيار 10، عيار 14، وهو بيبدا يسوقه للناس، بيقول ان هو ده، وهو طبعا هو مكان غير خاضع للرقابه، يعني لا في مصلحه دمغه وموازين هتشوف ولا هتراجعه ولا جهاز حمايه مستهلك. هو قال لك ان هو الخاتم ده بص عليه في الصوره زي الجديد، وهتدفع فيه مصنعيه رقم زهيد جدا. فهو بيبدا الناس تنجذب لهذا الامر، تبدا تشتري منه. هو الموضوع مكسبه في ان هو الخاتم اللي باعه ده عياره مش 21، ده عياره ممكن يبقى 9 او عياره 12. فهو دي الفخ اللي الناس بتقع فيه. انا بقول لك ان هو مستعمل. اسفا، ولا في حاجات بتطلع فعلا هي مستعمله، وفي حاجه ثانيه هم بيصنعوها بعيارات قليله وغير مطابقه للمواصفات عشان يبيعوها بالشكل دوت. يجي بعد كده اللي اشترى بينزل محل عايز يبيعه، هو شاري خاتم عيار 21، بيجي يبيعه ما بيطلعش ولا 21 ولا 18، وممكن يطلع اي حاجه.
المكان اللي انت اشتريت منه هنا بقى فين؟ في الهوا. انت ما تعرفوش الهوا ولا فاتوره ولا دياوله. حتى لو عمل لك فاتوره، هو انا لو عملت لك فاتوره هو فيه صعب ان واحد يقعد على البرنتر يعمل لك فواتير؟ يعمل اللي هو عايزه على البرنتر، يعمل اللي هو عايزه. بس انت اساسا انت لما بتشتري من محل، فانت بتشتري من محل انت عارف عنوانه، المحل ده له بطاقه ضريبيه، له سجل تجاري، البضاعه اللي عنده موجوده في الشارع بتمر عليها مصلحه الصمغه والموازين، المفتشين بتوعها بيراجعوا العيارات، لو في عنده مشكله هيخش السجن وهتبقى كارثه بالنسبه له. طبعا. يبقى هو هنا جهاز حمايه المستهلك بيضمن لك كل حقوقك، وان انت لو خدت حاجه وفيها مشكله بترجعها وبتغيرها وكل الكلام. فالناس اللي جرت ورا السعر القليل او العروض الوهميه، وبعدين ده في البعض يقول لك زيرو مصنعيه، طب زيرو مصنعيه ما هو اتصنع ازاي؟ يعني مش هدفعك مصنعيه بس اشتري. تمام؟ كل الكلام ده برضو بيبقى الفرق بتاعه في المشكله الثانيه في العيار. حاجات بتتصنع مخصوص عشان يتغش والناس تتغش فيها. وممكن تطلع حاجات مسروقه بقى. افندم؟ وممكن تطلع حاجات مسروقه مجهوله المصدر، ما اعرفش جت منين. طبعا طبعا. ده في حاجات كمان، لو في واحد حرامي سارق شقه، لو راح يبيع في اي محل، المحل هيبلغ عنه. طبعا. يعني لو في حرامي كسر شقه وعنده بعض المشغولات، لو راح يبيع في اي محل هيبلغ عنه. طب ايه المانع ان انا ابدا اعرضها على صفحات اللي هي التواصل والنت ديت؟ بيبدا يعرض، وبعد كده اللي اشترى بيقع تحت طائله القانون، وبيبقى هو ايه اللي اشترى من واحد حرامي. بالظبط. طب سؤال يا باشمهندس، في رايك ايه اللي يدفع الناس انها تقبل على هذه الصفحات او تشتري منها؟ يعني ايه اللي يخليه يعمل كده؟ هقول لحضرتك حاجه، هو الدنيا بصفه عامه فيها غلاء. فهو لما بيجي حد بيبدا يستغل نقطه الضعف، ان انا ايه يعني، هو الذهب غالي. المصنعيه فعلا، المصنعيه المظبوطه هتبقى غاليه لان تكلفه الانتاج غاليه والضريبه وما الى ذلك. ماشي. حد هيقول لك تعالى هبيع لك من غير ضريبه والمصنعيه قليله، فهو هنا بيبدا يعني ايه يجذبك بالسعر اللي هو القليل. فالناس بتبدا تروح في الحته دي. لكن الناس لو عقلت الامر، لما واحد بيقول لك انا ببيع لك بزيرو مصنعيه، طب هو صنع ازاي؟ يعني انا لو فكرت كده لحظه، هو لما واحد بيقول لي انا مش هاخد منك مصنعيه خالص تشتري مني، امال انا بكسب ازاي؟ طب هو صنع بكام؟ لو انا وقفت وفكرت كعميل لحظه على حقي واضمن حقي ازاي، واخد بال حضرتك، اكيد مش هنقع في كده. زي ما بالظبط مثلا حد البنك بيدي سعر فايده مثلا وليكن 10%، لما يجي حد يقول لك ايه انا هاخد فلوسك واستثمرها لك وهدي لك 30%. ايوه، المستريحين دول مثلا. فالناس بتبدا على طول تقول ان انا ايه، طب انا اروح لابو 30%، هو رايح للي هياخد فلوسه. انت واخد بال حضرتك؟ طب مش ده برضه هياخدنا يا باشمهندس لمساله انه سعر الذهب في مصر دايما اغلى من بره مصر؟ دايما. لا مش دايما، كان اغلى في فتره قبل كده. كان الذهب في مصر لغايه برضه نقوله عندنا يعني اكتر من تاريخ، احنا لغايه يوم 20/3/22 قبل ما يبقى يحصل عندنا ازمه الدولار وما الى ذلك، فكان عندنا سعر الذهب في مصر هو سعر الذهب في العالم. لان احنا كان عندنا سعر الدولار ثابت، وكنا على طول نفس السعر اللي هتشتري بيه في مصر في دبي في سويسرا هو نفس الكلام. جينا بعد كده مع تغيير سعر صرف الدولار والجنيه والمشاكل اللي حصلت ديت، فما بقيناش نستورد الذهب، حصلت المشاكل في توفير العمله والاستيراد، فبدات الناس تضارب على سعر الذهب الى ان وصل في لحظه من اللحظات ب 2800 جنيه، فاحنا كنا فعلا ساعتها اغلى من السعر اللي هو العالمي، والشعبه طلعت وقالت ان احنا سعر الذهب عندنا اللي موجود في السوق محمل بسعر اكتر من سعر العالمي، ما قيمته حوالي 20 او 25%. ساعات اكتر. وكان مش ساعات، ده في الوقت ده. وكان حلا لهذا الامر ان الشعبه تقدمت بمبادره لمعالي رئيس الوزراء. مظبوط. بان احنا اعفاء الذهب اللي قادم مع الخارج، اللي جاي مع الناس القادمين من الخارج. ايوه. من الجمارك. اول ما حصل هذا الامر نزلت اللي هي ال 20% اللي كان كده، فنزل الذهب من ال 2800 ل 2200 و 2250، اللي هو الرقم اللي كان مغالى فيه، اللي هو نتيجه العرض والطلب، كان عندنا طلب كتير وما كناش قادرين نستورد، فلما اتفتحت اللي هو اتخفضت الجمارك او اتلغت الجمارك على الذهب اللي جاي مع الناس، فبقى السعر دلوقتي، انا السعر اللي عندي النهارده تقريبا هو السعر اللي بيشتري، لو حسبته على تحويل سعر الدولار والصرف والكلام ده،
هتلاقي هو نفسه يشتري بيه في اي مكان في العالم. يعني خليني نحسبها واحده واحده، مش حتى مش حساب دقيق. سعر الدولار المفروض ان هو حوالي 30 جنيه و80 قرش على سعر البنك المركزي. لو انا حطيت عليه 10%، ما انا جاي لك اهو، لو انا حطيت عليه 10، انا بتكلم لو انا يوسف سافرت وهشتري ذهب من اي حته في الدنيا، مسافر انا، فوالله ساعتها البنك هيحاسبني سعر المركزي زائد 10% اللي هي المصاريف بتاعه التحويل، فهيزيد له حوالي 3 جنيه و10 صاغ و20 قرش. احنا دلوقتي ما عندناش استيراد ذهب، هي دي بقى النقطه، احنا ما عندناش عمله متوفره عشان خاطر افتح اعتماد ويفتحوا اعتماد لحد يستورد الذهب على سعر اللي هو سعر البنك المركزي 30 او 31 جنيه اللي موجوده، واخد بال حضرتك؟ فهو الذهب بيتحسب على سعر التداول في السوق العادي، يعني الناس اللي جايه بيقول لك ان انا ايه ايوه يعني انا يعني انا عمليا برضه لسه اغلى من بره. لا ما انت بتحسب هنا، ما هي دي النقطه اللي هي اللي عندها الكلام. يعني يعني سعر الدولار في الصاغه، سعر دولار الذهب في الصاغه دلوقتي 40.5. ما تقدرش تقول في الصاغه، هو سعر الذهب اللي موجود في مصر لو حسبت عليها هيطلع معاك الدولار مثلا ب 40.5 لو حسبته. ما هو كتير، بس هو انت ما هو مش كتير، ما انت ما عندكش فرصه ثانيه، انت مش بتستورد ذهب، احنا ما عندناش ذهب نستوردوه. فلو توفر الذهب، لو توفر دولار واعتماد انك انت تستورد الذهب على السعر بتاع البنك المركزي، اكيد هيبقى متوفر الكلام ده، والكلام ده كان موجود لغايه، وده الكلام اللي احنا بنقوله اللي بدات بيه الكلام، ان لغايه يوم 20/3/22 كان سعر الذهب بيتحسب على 15 جنيه و70 قرش اللي هو السعر بتاع البنك. ما كانش فيه سعرين، يعني ما كانش موجود في السوق عندنا 15 جنيه و70 قرش في البنك ومثلا وبره البنك 15 جنيه و80، ما كانش موجوده، كان السعر واحد اللي هو بيتحسب عليه. اوكي. ما هو حد قلت حد اللبس اللي احنا عنده ان هو ربما يكون في اكتر من سعر موجود، سعر اللي هو سعر الدولار في البنك، وفي سعر العقود الاجله واسعار ثانيه، فعشان كده دي اللي فيها اللخبطه. بس لما تحسبها هتلاقيها برضو احنا بقينا افضل من ما كنا عليه لما كان الذهب 2850 جنيه. ما احنا مش عايزين برضو يا باشمهندس نحسبها على افضل مما كنا عليه، احنا عايزين نخليها افضل الافضل طبقا للمنطق، او الافضل طبقا للسعر العالمي، مش عاوز دايما نحسب الحاجه بطريقه افضل من اللي فات، يعني لانه في النهايه حضرتك حتى قلتها في النهايه خالص، الناس بتروح عامله مضاربه باعتبار الذهب مخزن القيمه، الحق يا جدع هات الذهب بسرعه الاحسن بعدين يحصل في الامور امور. كل طول ما الكلام ده بيبقى موجود، طول ما دايما مش هيبقى في دولار متوفر لاستيراد الذهب، لانه على طول كله هيروح مخزن دولارات علشان يعرف يتعامل بيها لانه خايف. لما يتوفر الدولار الاول ان شاء رب العالمين باذن الله لكل الاحتياجات اللي هي اللي اهم من الذهب، يعني الاحتياجات الاساسيه، هتلاقي بعد كده باذن الله هيبقى متوفر دولار للذهب، وهتلاقي نفسك انت ماشي على نفس السعر بتاع البنك المركزي متوفر بامر الله. قول ان شاء الله. احنا النهارده ان شاء الله، ما انا قلت لحضرتك احنا النهارده ما نقدرش نقول ان احنا عايزين نستورد ذهب ونقدمه طلب ان احنا نستورد الذهب على سعر البنك المركزي، وفي اولويات اهم، في ادويه وفي اغذيه وفي ما الى ذلك. ده كلام مقدر ومحترم بصراحه، ربنا يخليك. اشكرك يا باشمهندس، كل الشكر ليك باشمهندس مهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبه العامه للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجاريه.